اهلا وسهلا متتبعين ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ على خير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ها فيديو جديد على قناه نبيله ميك اب، فخليكم معايا وبغيتكم تفرجوا من الاول حتى الاخر، لان عندي لكم فيديوهات جايين زوينين بزاف. بمناسبه هذا الايفنت، الناس اللي متبعيني في انستغرام وفي باج فيسبوك غادي يكونوا عارفين الايفنت اللي كنت حاضره فيه. المهم انا غادي نعاود لكم الناس اللي ما عارفينش ان كان عندنا ماستر كلاس في طنجه في اوتيل هيلتون هوارا. فكان ماستر كلاس احمد سليمان، خبير الشعر العالمي احمد سليمان، واللي كنت حاضره فيه في الفورماسيون اللي دار. كانت تبارك الله 14 دولة عربية، إمارات، دبي، سعودية، العديد العديد من الدول العربية. فكان لي شرف أنني كنت معهم وكنت حاضرة معهم، واستفدنا بزاف من الفورماسيون اللي عطانا الخبير شعر أحمد سليمان. فدابا حنا في الأوتيل، جيت الأوتيل وارتحت شوية وعنبداو الفورماسيون ان شاء الله. الفيديو ديال الفورماسيون غنخليه لكم من بعد، غنحط لكم دابا حطيت لكم هذا الفيديو خاص بلوتيل وب كيفاش داز النهار ديالي الاول، ويعني وريتكم لوتيل والمزايا ديال لوتيل. وصراحه لوتيل فريمون زوين زوين بزاف، لو سيرفيس غزال، الاوتيل كيف كتشوفوا تبارك الله شي حاجه او توب، اللي لا شامبر كتحمق نظيفه، كطلع على واحد المنظر زوين، لا بيسين والبحر او ميم طون، واحد لا فيو غزاله. صراحه كلشي كلشي زوين في هذا الاوتيل. انا ما كذبش عليكم، ارتحيت مزيان، ارتاح الجو زياره، يعني خدمه او ميم طون، ارتحيت مع راسي. ما يمكنش تفيق الصباح وتشوف هذا المنظر وما ترتاحش وتكون فرحان. وما تزابيوش وكملوا الفيديو حتى الاخير. سلام، صافا؟ لاباس عليكم؟ على خير، كلشي مزيان؟ شوفوا معايا هذا المنظر شحال غزال، هذا المنظر اللي ورايا شحال زوين فريمون. كترتاح، وكنت محتاجه هاد الخريجه بحال هكا، وجات مع لوكازيون ديال الفورماسيون ديال ماستر كلاس ديال احمد سليمان. فريمون زوين لوتيل، لو سيرفيس، كله على بعضه حلو. انا خليكم معايا وتشوفوا النهار كيفاش عادي يدوز. اليوم عاد تكون عندنا لا سواري الكبيره اللي عادي تفرقوا فيها لي ديبلوم ديال ماستر كلاس، وعاد يكونوا معنا بزاف ديال مفاجآت وفنانين ودي بلوغرز، وعاد تكون نايضه. فخليكم معنا ان شاء الله، عادي تكون حفله غزاله ان شاء الله. الزوينة اللي في هاد لابيريود هادي هو انه اليوم هاد لا سواري اللي عتكون يعني غادي ننشط وغادي نفرح مع لي زامي ديالي، واول مره كندوز لانيفيرسير ديالي مع الناس ديال الخدمه ديالي، و يعني الجروب ديال الخدمه واصدقاء وصديقات والناس اللي هما جداد تعرفت عليهم جداد هما. فهاد النهار سبيسيال اللي غادي يبقى ديما كنتفكروا، فان شاء الله تكون الحفله دي زوينه و جويز انيفيرسير افوا في السوار ان شاء الله. اول مره كيف كتعرفوا ديما كنحتفل لانيفيرسير ديالي مع لا فامي ديالي، راجلي وليداتي. فهاد المره هادي غادي يكون في وسط اصدقاء ديالي وصديقات ديالي والحباب والناس ديال الخدمه ديالي واللي كتجمعني بهم الخدمه وصداقه وكلشي. فريمون وفي طنجة اون بليس وفي هاد ليفينمون اون بليس، يعني فرحه كبيره. Thank you.
النهار هو يوم الجمعة 30 سبتمبر. كان اليوم تحضيرات ديال الحفل كبير اللي غادي يحضروا فيه سفراء وفنانين وبلوغرز، وما شاء الله كان العديد من الفنانين العرب والاجانب. فاليوم كان عندنا راحه نهار كامل، داكشي علاش تصورت لكم هذا النهار لوتيل، وخرجنا حدا لابيسين. يعني كان عندي شويه ديال الوقت، ماشي بحال النهار الاول والثاني. حنا كانت عندنا 3 جوغ ديال 2 جوغ ديال فورماسيون ولو 3 جوغ ديال لا سواري. الوغ لي دو جوغ الاولين كانت فيهم فورماسيون، ان شاء الله الفيديو ديالهم غنحطو مور هاد، ماشي مور هاد الفيديو هذا، غيكون هو الثالث. غادي نحط لكم مور هاد الفيديو لا سواري ديال الفنانه، وتشوفوا السهره كيفاش دازت. فغير خليكم متابعين القناه ديالي، وان شاء الله جايين فيديوهات زوينين 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 اللي غادي يعجبوكم، وغادي تكونوا بحال حاضرين معنا في هذا الايفنت. ف اليوم كان يعني راحه، دوزناها غير كانت ساره وهكا في لوتيل، كنكتشفوا البلايص، تغدينات. مهم في الليل كانت لا سواري. الفيديو الجاي ان شاء الله غتلقاو لا سواري والناس اللي غيكونوا معنا والفيديو الثالث ان شاء الله هو اللي غنحط لكم فيه الفورماسيون ديال ماستر كلاس اللي درنا مع خبير الشعر احمد سليمان. فهذا هو اللي كاين، وخليكم تابعين القناه، وما تنساوش لي لايك وبارطاجيو مع الحباب ديالكم، وهكا تشجعونا باش نزيد نعطي المزيد المزيد من الفيديوهات الزوينين اللي كيعجبوكم. وهاد الوقيته ديال العشيه صافي كلها طلع لا شومبر ديالو كيوجد راسو، كنجهزوا راسنا، كنقادو، كنلبسنا اللبسه ديالنا. كان لو تيم صراحه كان لو تيم زوين، كلشي يكون لابس لو نوار. ف كانوا لي زانفيتي والناس اللي هما مشاركين في الماستر كلاس، وحتى الضيوف وداكشي، يعني كانوا عندهم لو تيم في النوار في اللبس، من غير الفنانه بيان سور. فنانه كيجيو لابسين الاختيار ديالهم، وهكا وجدنا راسنا باش نحضروا لا سواري اللي كتحمق، واللي كنشوقكم باش الفيديو الثاني تفرجوا فيه، ضروري تفرجوا فيه وتشوفوا الفنانه عن قرب، ولي زانترفيو ديالهم، والسهره والتكريم لي تروفي اللي خداو. فكانت سهره زوينه بزاف، اللي صراحه يعني الصحافه تحدثت على هاد الحدث، كان رائع وكان ناجح وكان في المستوى، يعني كان شرف لينا ان بحال هاد الحدث يكون في المغرب. فشكرا لكم وشكرا على المتابعه.